ما هذا الكتاب الذي في يدك؟ توراة موسى. لم نجني من وراء موسى إلا توراته. ويا ليت بني إسرائيل يفعلون بما جاء فيها. إن سارة زوجة شالوم قد حدثته عما قلته لها عن فتح بيت المقدس. وماذا قال لها؟ لقد أخذها في صفه. هؤلاء الفتية هم من يستحقون دخول بيت المقدس حقا. وهل تصدق أن موسى سيفتح بيت المقدس؟ إنك طيب حقا. ولم لا؟ ليس لدينا السلاح الكافي لغزو أهل بيت المقدس. هل نسيت أن موسى قد انتصر على فرعون من دون أن يرفع سيفا في وجهه؟ لقد مضى زمن الأساطير. إنها ليست أساطير، إنها معجزات موسى من الله، وسينتصر موسى هذه المرة ويفتح بيت المقدس بعون الله وبيد هؤلاء الفتية الشجعان. ويقول العلماء إن موسى عمر 120 سنة في الأرض. ثم مات موسى. قال يوشع: لقد مات موسى، مات موسى، مات، مات. Thank you.
لقد ضعنا من بعدك يا موسى. مات هارون ثم أنت يا موسى. ولكل شيء نهاية، والإنسان ولد ليموت، والأنبياء بشر، ويجري عليهم قانون البشر. عندما جاء اليوم الذي سيموت فيه موسى، يحدثنا أبو هريرة عن هذا اليوم من لسان أصدق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى فقال له: أجب ربك. فلطم موسى عين الملك ففقأها، فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل فقال: يا رب، إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وفقأ عيني. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي وقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور، فما توارت يداك من شعره فإنك تعيش بعدد كل شعرة لمستها من ظهر هذا الثور، كل شعرة لك بها سنة. وذهب ملك الموت إلى موسى وأخبره بما قال الله له، فقال له موسى: ثم ماذا؟ قال ملك الموت: تموت. فقال موسى: الآن من قريب. واختار موسى الموت. وبعدما قال موسى: الآن من قريب، قال: يا ربي، فادنني من الأرض المقدسة رمية حجر، أي أريد أن أدفن قريبا منها. وقال رسول الله لصحابته عن قبر موسى: لو كنت عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، فقد دفن موسى حقا في هذا المكان. كف عن البكاء يوما يا يوشع. قال يوشع: إنه نبي الله يا مشي، كان يريد أن يدخل بنا بيت المقدس، وكلما تذكرت هذا الأمر دمعت عيناي من الحسرة على حلم موسى. ويوشع هذا فتى موسى الذي ذهب معه في رحلته للبحث عن الخضر. وهنا يحكي القصص عن يوشع ويقول: فلما انقضت 40 سنة على موت موسى، بعث الله يوشع ابن نون نبيا، فأخبرهم أنه نبي الله إليهم، وأن الله قد أمره بقتال الجبارين، فصدقه بنو إسرائيل وبايعوه. فتوجه ببني إسرائيل إلى بيت المقدس، فأحاط بالمدينة 6 أشهر،
فلما كان في الشهر السابع نفخوا في القرون وصاحوا صيحة واحدة فسقط سور المدينة. في يوم الجمعة نظر يوشع إلى الشمس وقد اقتربت من الغروب، وكان في شريعة بني إسرائيل ألا يعملوا يوم السبت. نظر يوشع إلى الشمس وقال لها: إنك مأمورة، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع ليالي سافر إلى بيت المقدس.